يقول السائل: ما حكم من يلعن عائشة رضي الله عنها؟ هل هو مسلم؟ يقول أبو زرع الرازي: إذا رأيت من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ولا شك أن من رماها بالإفك أو اعتقد الإفك فيها بعد أن جاء القرآن ببراءتها لا شك أنه مكذب بالقرآن، والذي يطعن يعني في عائشة ويسبها لا شك أنه يضر نفسه ويؤذي نفسه، ولا يضر عائشة شيئا رضي الله عنها وارضاها، بل جنايته على نفسه وضره على نفسه، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله في حق بعض الذين تكلموا في بعض الصحابة قائل هذا الكلام: إنما آذى نفسه، يعني لم يؤذي الصحابي الذي تكلم فيه، قائل هذا الكلام آذى نفسه. فالذي يسب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضره، لا يضر ذلك المسبوب، وإنما الضرر يرجع إلى السابق. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.